ايش لا نجد في الكتاب ولا في السنة ما يحول بينه وبين المكث في المسجد. ولا جنبا الا عابد جماعة تغتسل، هل يقصد ذلك الصلاة ولا يقصد لماذا؟ ما هو الآية كما تعلمون؟ نعم. نصها ولا تقربوا الصلاة. نعم. فهناك قولان في تفسير هذه الآية معروفان عند علماء التفسير. الأول لا تقربوا الصلاة، الثاني مواضع الصلاة. ومعلوم عند أهل العلم أنه إذا دار الأمر بين التقدير وعدمه فعدمه هو الأولى. فهنا ليس ما يوجب على المفسر أن يقدر مضافا محذوفا فيقول لا تقربوا الصلاة أي مواضع الصلاة. لماذا؟ ربنا عز وجل لو أراد ذلك لأوضح الأمر وما لبس على الناس، حاشاه عز وجل. لا، أولا هذا السبب الأول الذي يمنع من التقدير هذا. فعلى هذا التفسير الأرجح لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى يبنى تفسير الآتي من تمام الآية، حيث قال عز وجل حتى تعلموا ما تقولون. هذه الجملة التعليلية لا تصح أن تكون تعليلا لقربان المساجد وإنما لقربان الصلاة. فهذا يؤكد أن المقصود بالنهي هو الدخول في الصلاة سكارى. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. لا تقربوا الصلاة وأنتم جنبا إلا عابري سبيل، أي إلا مسافرين متيممين حتى تغتسلوا. Thank you.